أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هنا مشجع مكسيكي يعلن إسلامه، وهنا يقف زوجان كنديان لالتقاط صورة داخل المسجد الأزرق في الدوحة. كأس العالم في قطر فرصة ذهبية للتعريف بالإسلام ومحاربة ظاهرة الإسلاموفوبيا. فبينما اعتنق المئات الإسلام خلال أول مونديال يقام على أرض عربية وإسلامية، تعرف الآلاف أيضا على هذا الدين، فزاروا المساجد واستمعوا للأذان وشاهدوا المصلين وغيروا قناعاتهم السابقة حول الإسلام. مؤسسات دينية حكومية وغير حكومية عملت في قطر على اجتذاب مشجعين أجانب ليتعرفوا على الإسلام خلال أوقات فراغهم عبر مساجد ومراكز قائمة بالفعل منذ سنين. كتيبات بمختلف اللغات لتعريف المشجعين بالإسلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام وزعت في الكثير من الأماكن والساحات، بجانبها تمر عربي وقهوة للترحيب بالزوار. وزارة الأوقاف القطرية أتاحت أيضاً رابطاً يحتوي على مجموعة من صور الباركود في غرف الفنادق بعدة لغات لتعريف جماهير مونديال قطر بالإسلام خلال كأس العالم. يأسلم وفضل من الله تعالى خلال الأسبوع هذا بس، من الجمعة الماضية للجمعة هذه 558 شخص دخل إسلام، ومسوين في كأس العالم طاولة ضيافة لاستقبال المشجعين وغيرهم. هذه المشاهد التي انتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي رافقها تساؤلات عديدة حول ظروف إسلام المشجعين، وإذا ما كانوا سيعودون لبلادهم وقد باتوا يؤمنون بمحمد النبي، أم إنه مجرد تأثير لحظي ينتهي بنهاية المونديال الكروي العالمي؟ أخبرنا رأيك، هل أسهم مونديال قطر بإظهار الصورة الحقيقية للدين الإسلامي؟